بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الله يعطيكم العافية. نحن طبعا باسم الجميع مرة ثانية نرحب بالدكتور هاني بنا. نحن يعني دائما عم نحاول إنه نحن نمشي شوي خطوات للأمام بإنه نطور عملنا ونشوف الصورة الخارجية ونسمع يعني ما يفيدنا للقدام. في يعني تيسير الله سبحانه وتعالى كان في عندنا فرصة كبيرة إنه تشرفنا بزيارة الدكتور هاني بهذا اللقاء من صباح اليوم حتى إن شاء الله نهاية الجلسات خلال هذا النهار، ضمن إطار إنه نحن نكتسب هذه الخبرات وإنه نطلع على هذه التجارب وإنه نحن نقدر نحولها ونبلورها بأنشطتنا وأعمالنا وننقلها بطريقة أو بأخرى كمان للفرق اللي نحن فيها. دكتور هاني، طبعا احنا أرسلنا تعريف عن الدكتور هاني للمجموعة، لكن أنا بريد يعني هيك أشير إلى بعض النقاط اللي كثير مهمة. أنه الدكتور هاني جزا الله خير هو مؤسس ورئيس منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية، اللي هي استطاعوا خلال سنوات فعلا تحويلها لمنظمة دولية منافسة على مستوى العالم، أثبتت وجودها وحافظت على يعني تواجد قوي ضمن المنظمات على مستوى التأثير وليس فقط على مستوى الهوية. إضافة لذلك كان دكتور هاني يعني ممكن أكثر شيء بنحكي عن الإغاثة الإسلامية، لكن إلى جانب الإغاثة الإسلامية كما أعلم وأنا أعلم قليل يعني إنه هو نشاط له كثير كبير في المجال الإنساني عموما، وكان له دور قيادي في مبادرات في عدة من دول العالم في تنسيق وتطوير العمل الإنساني في أكثر من مجال، حتى يعني آخرها حتى نحكي عن شيء ملموس هو كان بعد الزلزال الأخير اللي صار، كان دكتور هاني عم بيقود يعني مبادرة من جمعيات كثيرة مو بس السورية، كانت سورية وغير سورية، هو كان يعني عم يلاحقنا وهو وفريقه طبعا لحتى نحن ناخذ خطوة لهذا الأمام في مناصرة الوضع في سوريا ووضع المنكوبين في تركيا أيضا. وطبعا هذا الشيء كلياته عم بيكون بطريقة علمية ومنهجية، كيف إنه نحن نعمل أدفوكسي ومناصرة وكيف هي الأدوات والتولز والإمكانيات اللي لازمتنا، وبحاول دائما إنه هو يعني تكون خبراته وتكون الادوات اللي عنده في يعني في سبيل انه تلبي الحاجه الموجوده في اكثر من مكان. فنامل من الله ان شاء الله يكون لقائنا اليوم كمان يعني فيه خير للجميع، وهو لقاء خلينا نقول هو شبه دردشه مفتوحه، هو شبه نقاشات اكثر من انه هي محاضره او شيء رسمي. ممكن نسمع من الدكتور بدايه، بعد ممكن نعمل نقاش نحاول نضوي على اهم الاسئله او اهم المحاور اللي بتخطر ببالنا ضمن عملنا في الاستجابة للوضع في سوريا، بحكم أنه هي واحدة من أكبر الاستجابات يمكن بتاريخ المئة سنة الأخيرة اللي صارت سواء للسوريين داخل سوريا أو خارج سوريا. آسف على الإطالة والله يجزيكم خير جميعا، وأترك الكلام بقى. الحمد لله، لا إله إلا الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لحسن استضافتكم لي ودعوتكم لي واحتفالكم بنا جميعا، لأننا سعيد منذ أن أتيت في الصباح أن أنا تعلمت عن خبرات كثيرة جدا من الإخوة اللي أنا التزمت بالجلوس معهم، وما فيش يوم يعدي على الواحد اللي لابد يتعلم حاجة جديدة. من خصائص الإنسان المؤمن خاصة المسلم أن لا يكون أمسه كيومه أو يومه كغده، فلذلك صنع هؤلاء الناس حضارات عاجزة عن صناعتها الآخرين، ولابد علينا أن نصنع حضارات يعجز عن اللحاق بنا فيها الآخرين. فلذلك أنا بشكركم كجمعية لتكافل الشام أنكم أتحتي لي الفرصة هذه للتعلم والتبصر والتكامل معكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهاردة ما هيش محاضرة لرجل يعني عنده من الأكاديميات الكثير،
ولكن هو دردشة أو فضفضة أو بعض النقاط اللي هتكلم فيها. أول حاجة مسؤوليات المسؤول. حينما تجعل نفسك مسؤول فلا بد أن تعرض نفسك للسؤال من أي سائل، من أي سائل. وكذا كان ديدا المسلمين والخلفاء الراشدين، تسألك امرأة، يسألك رجل، يسألك طفل، أي حد مسلم أو غير مسلم. إذا كنت أنت مسؤول وقاعد على كرسي المساءلة، هذا الكرسي قد يكون جزء من نار جهنم والعياذ بالله. لا تمزح ولا تفرح ولا تغتبط بأنك أصبحت مسؤولا. من حق أي شخص من المجتمع أن يسأل من يدعي أنه مسؤول، لأن هنا إما أن يكون جزء من الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، أو العياذ بالله جزء من النار. دي قاعدة. العملية مش تفاخر ومفاخرة وتباهي ومباهاة، العملية حساب ومحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا أو تزينوا يوم العرض الأكبر. مين اللي كان بيقول الكلام ده؟ واحد كان في يوم من الأيام نايم على الأرض تحت ظل شجرة، وحط الجزمة بتاعته تحت راسه ومريح. فلما جه السفير، سفير الغرب، سفير الرومان، أين هذا الرجل؟ فحب يخش على مكان فيه قصور وفي قلاع وفي جنود وفي حرس وفي أبواب مغلقة وأبواب مفتوحة وفي كاميرات وفي واي فاي وواي فاي وكاي فاي وهاي فاي والال فاي. It's a new invention of the technology. They say why, I say kai. Say why, I say hi. شكرا تكنولوجي، حياكم الله من حي. قالوا هذا هو الرجل الذي تسأل عنه. فلما نظر إليه قال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت يمين يا عمر. حكم فعدل فأمن فنام. لما حفيده كان بيحكم العالم أيضا، وقالوا في غزو من بعض الجهاد وقلاقل، عايزين حرس، عايزين جنود، عايزين كاميرات، ها، عايزين أجهزة تصنت، أجهزة استخبارات. قال لهم إيه؟ العمر الثاني، ما هو اتنين عمريين، عمري عبد العزيزي ثم عمري فاروقي. عبد العزيزي قال لهم ايه؟ حصنوا اوطانكم بالعدل. فاذا كنت مسؤولا فلا بد ان تعدل مع نفسك من اجل انقاذ نفسك. فمن الذي سيورد نفسه الهلاك؟ هو انا. لأنني أتحمل مسؤولية لست أهلا لها وغير قادر على حملها. وصلت الرسالة؟ متخنقش بقى، أنا عايز أبقى إيه بسموه، كنت إيه، مدير قطاع، مدير إدارة، مش عارف إيه، وأتخانق وأعمل. خلاص شيل يشيل. كل ما زاد عدد المسؤوليات بتاعتك كل ما زاد الحساب. ها؟ فما فيش مسؤول يقول ما حدش يسألني. ما فيش مسؤول يقفل باب وعليه. مفيش مسؤول يمنع حد ان يخش له، خاصة احنا بنعمل في المجال العام. والمجال العام يعرضك للسؤال بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباللحظة وباليوم. واضح؟ وكلكم، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ كلكم مسؤول، كلكم راع، راع. والتشبيه جميل جدا. مين هو الراعي؟ بيرعى ايه الراعي؟ مجموعة من الناس. يا عم قول قطيع.
بقول لك ايه فولنربل ده، هتتكلم بالانجليزي هتكلم فرنساوي. الرعايه هنا كل الانبياء كانوا رعاة غنم، مش كده برضك؟ لاسباب كثيره في صفات راعي الغنم. وكلكم راعي. هؤلاء هذه الاعداد من البشر. تخيل بقى انت في ادارتك مشروع بتنفذه على 1000 واحد او 2000 واحد او 5000 واحد او 10000 واحد وبتتباهى بيه. انا انت مين؟ ده انت عسير على 10000 دول. هنا المسؤوليه او نمره واحد. فاللي يعرض نفسه للعمل العام لابد يتحمل قدر المسؤوليه التي تستدعى على كاهله. دي نمره واحد. نمرة اثنين في النقطة، أنا كان مسؤول فتح الشهية يعني ابيتايزر. الإخوة ما غدوناش، ده مش ما غدوا، نفخونا. نفخت الصبحية، نفخت في الساعة 11، وتنفخت الساعة. أنت جيتنا في المسؤول يا دكتور، قلنا بركي بيمشي الحال شوي بتخف. يعني مفيش فايدة، وقت هتنفخني برضك حجيبك. اللي هي تعزيز القيم المؤسسية عند الكوادر. انت بتكلم مجتمع، تبص للمجتمع كيف يراك، كيف يسمعك، كيف يرقبك. فأنت قيمة أو لا قيمة، أنا قيمة أو لا قيمة. بمعنى هل أنا أحقق ما أقوله عمليا أمام الناس ولا لا؟ في مثلا دايما بضربه من يمكن 20 سنة، أتانا رجل كبير في السن ودراعه اليمين مشلول أو عنده شلل نصفي في الإما في ناحية اليسرى أو اليمنى، وبدأ يتكلم، قال كلمتين. كان فلاح، ما كانش لا بقى جامعة ولا أي حاجة، الحاجات الدخينة دي، خد بالك. قال إذا اعتليت المنصة لتتحدث مع الناس فاعلم أن الناس يسمعونك بأعينهم، يعني يرقبونك ويلحظونك أنت وأهل بيتك. تفلاح مش متعلم، مزارع يعني. الأمر الثاني، بدأ يأكل بإيده الشمال. فواحد من الحطحيت اللي عم نفسهم فتفيت بيفهم في كل حاجة، قال لي يعني يا مولانا مش تقيم السنة تأكل بإيدك اليمين؟ فتخيلوا واحد في السبعينات من عمره وجاي داعية كبير، واحد من الشباب اللي في يعني زي كده سيء الخلق، بقول له كل بإيدك اليمين. قال له حاضر يا ابني. أمسك المعلقة بإيده اليمين، إيده اليمين مشلولة. كلما يأكل الأكل، الأكل يقع من إيه؟ من إيده. فالأخ حس إنه أخطأ، قال معلش. قال له أنت قلت إيدك اليمين هتبقى إيدي اليمين. تراجع. هنا أنت لم تقدر قيمة هذا الرجل الذي عُذب وسجن وشرد وكذا 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 وكذا، وأتاك ناصحا فاعتقدت أنه لا يستعني قيمة السنة. خد بالك، ده من مظهريات نحن. هذا أصل شكله، الجلابية بتاعته مش عجباني أو دقنه مش عجباني أو ما تعرفش السبب عنده إيه. في نفس الوقت الراجل يقول لك إذا اعتليت هذه المنصة فاعرف أن الناس ترقبك أو تسمعك بإيه؟ بأعينها، ليس فقط بآذانها. القيمة إذا أراد منا واحد مننا أن يكون له قيمة، فلا بد أن يقيم هذه القيمة في المجتمع بسلوكياته. لماذا سمي الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين؟ أصبحت قيمة حياته في المجتمع، إلى أن أعطته مكة كل ثرواتها قبل الهجرة. الصادق الأمين صح، كان جايب دين جديد ضد عقيدتهم، لكن مع ذلك هو الصادق الوحيد. الصديق الذي صدق الصادق في كل شيء. لما جم يعترضوا يقولوا يا عم صاحبك اللي بيقول مش عارف ايه وجاي، انا راح القدس امبارح وطلع على ده جنه الايه سدره المنتهى، واحنا بنروح القدس دي في شهر. قال لهم ايه؟ أو هكذا قال؟ قالوا نعم وأنا أصدقه. عشان كده سمي الصديق، أقام الصدق
في حياته. قال لهم انا اصدقه فيما في كلام السماء، فكيف لا اصدقه في رحله؟ ايه يعني الرحله دي؟ كل يوم بيجي جبريل ينزل عليه القران. هنا القيمه مش شيء يدرس، الاخلاق مش شيء تدرس، الاخلاق شيء اشياء تنفذ في المجتمع. محمد صلى الله عليه وسلم ما كان بيقرا ولا بيكتب، صح، لكن اقام الخلق وقال عن نفسه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. احنا كعمال مجتمعيين وعمال انسانيين لابد ان نطبق الاخلاق فيما نتعامل، في كيفيه التعامل مع الناس. اذا وعدنا نصدق، ان لم نستطع فلا نعد، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا تبني احلام في قلوب الناس وانت غير قادر على تحقيقها. كنا في الشام مره والناس عايزه مننا اي حاجه، نعم شوف احنا ما عندناش ولا 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 وعد. الكلام ده في 95 في الحرب الاولى مش الحرب الثانيه. كل مشاريع حتى انه مش هنعدكم بحاجه، ما نقدرش نعدكم بحاجه، لان قبل كده يعني قالوا لنا ان في ناس جم وعدوا ومشوا، فاصبحت صوره اللي بيجوا دول دون ذكر اسمائهم يعني او كذا سيئه جدا عند الشيشانيين. بالك فما وعدناش. تقدر يا ابني تعمل؟ ما تقدرش ما توعدش. فالقيم الاخلاقيه دي سواء مع المانح، انا اقول لكم حاجه، مره خدنا من وزاره الاوقاف في قطر، وده برضك مثلا انا بقوله كتير، مليون دولار عشان نشتري بيها ايه؟ نعمل بيها مدرسه في البانيا. خلاص؟ خدنا الفلوس، قعدنا ست اشهر سنه اكتر من سنه ما عرفناش ننفذ، ما عرفناش نشتري ايه الارض عشان تبقى باسمنا، عشان تبقى المدرسه دي بتاعتنا. بعدها بسنه او سنه ونص قعدنا في المكتب فقلنا انا خلاص مش قادرين ننفذ. طلعنا شيك بالمليون دولار ونزلت انا بيه لوزير الاوقاف ساعتها، قلت له اتفضل. قال لي ايه ده؟ قلت له ده الشيك. قال لي ايه ده ليه؟ قلت له ما عرفناش ننفذ المشروع بتاعك. فاستغرب، قال انتوا اول ناس رجعتوا لنا مليون دولار من 20 سنه، شو بقى قيمتها دلوقتي قد ايه؟ فالقصص زي كده بتنضر بها. واحد تاني من اخواننا الكويتيين برضك دخل عند انت الشاب وانا صاحب انت الشاب وانا ايه؟ وانا البيزنس مان. فبيقول لي صدقه، وكان لحيته كبيره بتاع ده، وصاحب راس المال اللي هو حضرتك انا يعني كنت يعني متكبر وكذا، فبيمد لي ايدي كده، لا 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 بس شيلها يا حسن محمد، في حاجه وحشه دلوقتي. فأنا باثق فيها، باثق فيها. القيمه فين بقى هنا دلوقتي؟ الرجل الكويتي رحم الله رحمه الله حيا او ميتا خد البثقه قال له جزاكم الله خير، هذه صدقتك لي وانا صدقتك لله. كويتي مع كويتي لما بص له صاحب راس المال اللي هو انا اتغسلت وحسيت ان انا مش مجرم مخطئ. الراجل ما طلع من الدرج دفتر الشيكات قال له اكتب ما شئت، ان لم يتخيل ان هذه قيمه هذا الرجل الذي انحنى من اجل الفقراء والمساكين. خلاص انت بصقت في ايدي، خلاص ايه المشكله؟ خلاص اهي، شكرا جزاكم الله خير. في حاجه ثانيه؟ هب بقى بتاع ربنا. انت بقى بتقول لي مد ايدك بقى دلوقتي، خد الشيك اهو يا عم على بياض. هنا في قيم تطبيقيه مع اطفال، مع النساء، مع مشايخ، مشايخ يعني شيوخ يعني كبار في السن، مع مرضى، مع عجزة، مع نازحين، مع لاجئين. قيم حقيقية واقعية أقامها بشر أمثالنا. أنا ما أعرفش اسم الشخص الكويتي ده أو غيره. أخونا عبد الرحمن السميت رحمة الله عليه مش خارج من الكويت؟ كان بيعيش هو ومراته في وسط الغابات في أفريقيا. يعني الكويتي لأفريقيا
صعبة، لكن ترك الأثر وكل أفريقيا قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. هو مراته مش هو بس لوحده، في أخت اسمها معالي العسعوس كويتية، أنا أحبها جدا وأحب عبد الرحمن، عبد الرحمن يعتبر كأستاذي بالرغم إن إحنا كنا يمكن يكون سننا قريب من بعض يعني، بس هو شاف اللي أنا ما شفتوش وأنا اتعلمت منه لما اتعلمتوش من حد تاني. أختنا معالي كويتية قح، عاشت فين 15 16 سنة؟ قول لي بقى أنت، مش أنت عارف الدنيا كلها؟ مش عارف. عاشت فين؟ مش عارف. ها؟ نيجر. سقط سقط. ها؟ راحت اليمن إلى العام الماضي. أول لقاء ليا معاها، هي طبعًا جاية منين؟ واخدة ماجستير ومن عيلة بسم الله ما شاء الله وعندها دخل وعندها وعندها، سابت كل ده وراحت فين؟ أول لقاء ليا معاها كنا في طيارة رايحة من منين؟ من العاصمة إلى صنعاء الحديدة. طيارة اسمها طيارة مش عارف شركة السعيدة أو حاجة زي كده. ومن حسن محاسن الصدف يعني إن سواء إن الكابتن بتاع الطيارة نسي الباب مفتوح. وإحنا في الهواء الآن الطيارة بتعمل كده. تك 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 تك. ونزلنا كلنا. واتقابلنا فتعرفت على عم علي هناك، قعدت في اليمن 16 سنة في وسط كل البلاوي الزرق بتاعت اليمن عشان تعمل حاجة لليمن. فما نتكلم عن معالي هي قيمة حقيقية مجتمعية مطبقة، ما فرقش معاها الإمكانيات لدرجة إن في يوم من الأيام وهي نايمة في الغرفة بتاعتها في البيت أيام الحرب اللي كانت موجودة دي، إن الكهرباء اتقطعت فهي مش عارفة إيه اللي حصل. فالحارس بيقول لها انزلي يا دكتوره معايا تحت. قالت لا يمكن تكون في فيران تحت انا مش عايز انزل. قال لها اقول لك حضرتك انزلي. لما صحت منها بتعرف لقيت في الغرفه بتاعتها مش واخده بالها الدنيا ضلمه. صاروخ ما انفجرش. من ايه ما انفجرش؟ صاروخ ما انفجرش. بنحب نتعلموا قيم او نتعلم قيم كلنا. خد بالك وهكذا. في ناس كتير جدا مشي في هذا الطريق. اخونا اللي اسس ايدي فاونديشن انتوا بتسموها بالعربي ايدي، اسمه عبد الستار ايدي، رجل بياع يعني سيلز مان بيعدي على البيوت. لما انسقط باكستان من الهند في 47 راح على المكان بتاع باكستان، امه عيت ماتت عشان ما كانش فيه عربيه اسعاف، حط في مخه الفكره ان هو ينشئ مؤسسه. انشئ مؤسسه هو ايه؟ مش من المتعلمين زي حالتنا. حينما توفى عبد الستار ايدي كان عنده اكبر اسطول لعربات الاسعاف حتى بطائرات حتى في باكستان كلها، وعنده الاف مؤلفه من المتطوعين ومن العاملين. قيمه حس ان قيمه عربه الاسعاف بتفرق ما بين الحياه والموت في كثير من الاحيان. فهذه القيم واحنا في المجتمع احنا بنعمل فيه ده لابد ان نطبقها نحن اولا لكي يستطيع المجتمع ان يحترمنا ثانيا. لا يكون مع المانحين، مش قادر انفذ مش هنفذ، مش هاخد الفلوس من المانح وبعدين ايه اضرب له تقرير يا عم هم دول بيقروا. مش بنقول كده برضك على بعض الناس؟ شو واحد قال لكم دول عندهم اكياس رز كتير؟ انت مالك بالرز ولا المكرونه ولا الدقيق؟ كل ما تاخد كيس رز هتحاسب على كل رزايه. تخيل بقى لو خدت كيس دقيق هتحاسب على ايه بقى؟ عدلي بقى والدقيق بيسموه ايه؟ طحين. ها؟ طحين. بيسموها ايه اللي بتكون الطحين؟ ذره. ها؟ ذره. تخيل بقى لو اداك كيس طحين. كيس مكرونه ممكن سهله الى اخره. فده بالنسبة لإيه؟ للي هو القيم المؤسساتية. أنا مؤسستي بتقول إيمان وبتقول يقين وبتقول مصداقية وبتقول رحمة وبتقول كذا وكذا وكذا، وأنا أطبقها في المؤسسة كرؤساء ثم أطبقها في المجتمع كأفراد. العمل عن بعد من أصعب الأماكن اللي ممكن نعمل فيها
هي المكان في سوريا، لأن المكان صراعات مسلحة وفي نفس الوقت عمل عن بعد، فلابد أن أحدد معايير الرقابة، معايير الرقابة وإدارات الرقابة. ممكن يكون في إدارة مركز رئيسي، وفي إدارة في كل مكتب موجود في الداخل السوري، بس ده مش كفاية. لابد إدارة المكتب الرئيسي تزور دوريا، وده مش كفاية. لابد يكون في مراجع قانوني داخلي في كل منطقة، وده مش كفاية. لابد أن أعين على المراجع القانوني مراجع آخر مستقل عشان أشوف المراجع القانوني ده بيقسم مع الناس ولا لا، بإيه؟ بيقسم مع الناس ولا لا. لأن ممكن المراجع القانوني ده بعض الناس، أنا كان في شاب من الشباب السوريين دون ذكر اسم المؤسسة بيعمل فيها، شاب محترم جدا يعني، لما راح اتعين في منطقة معينة بدأ يجد فيني في فساد، وبدأ يشيل ويشيل ويشيل وهو أصغرهم يعني. وصلت مرحلة الفسدة من الموظفين الكبار، فسد الموظفين الكبار انهم أطلقوا على رصاص على سيارته النار، رصاص علشان يحافظوا على مكتسباتهم. فهنا الرقابة ما تكونش وسيلة واحدة، خاصة بتوع الفاينانس اللي قاعد أخونا بتاع الفاينانس اللي في الخارف ده. أيوة أيوة أيوة، لا، لأن تكون عندك مراجع قانوني لغازي عنتاب، مراجع قانوني لكل الداخل، وقد يكون أكثر من واحد في الداخل. ليه؟ لأن بتعمل مع ملايين الدولارات، بتعامل مع فلوس الفقراء والمساكين. فبالتالي لما يجي واحد من المتبرعين يقول لك مصاريفك الإدارية كبيرة، قل له آه، لأن ما فيش شغل من غير مصاريف إدارية. واللي يقول لك صفر يعني صفر، قل له أنت كذاب. ما فيش حاجة اسمها عمل في أي مكان في العالم، حتى زوجتك لما بتتجوزها، فأنت هاني تو، مش أنت هاني تو وأنا هاني وان، عايزين هاني ثري. سوريا، هو بسوريا، ها؟ هاني الفيومي فور وفور، يلا واخد بالك. حتى جوازك بيكلف، حتى تربيتك لولادك بتكلف، مفيش حاجة ما بتكلفش. فازاي تيجي تقول لي أنا أشتغل مع مجتمع والعمليه صفر؟ اما همشي الناس ازاي؟ الناس عايزه تاكل وتشرب وتعيش وتخطط لاولادها الى اخره، ولازم اديله المرتب اللي هو بيكفيه عشان يعيش، مش احطه كده وخلاص. شغل التضحيه ما عايزينه، بس انا بجيب موظف متفرغ. انا ممكن كمتطوع اضحي زي ما انا عايز، ممكن الموظف اللي ياخد مني مرتب معين بدل ما يشتغل 5 ساعات في اليوم وست ساعات في اليوم يشتغل 10 ساعات، ده تضحيه منه، نزود ساعتين ثلاثة. هو يتوقع كده، لأنه كما بيشتغل في عمل اجتماعي أو العمل الإنساني يتوقع منه أنه هو يشتغل زيادة في بعض الأيام، وفي أيام تانية هشتغل أقل، لكن هذا ما يديله حقه. لأنه تحول العمل من العمل العاطفي فقط لانفعالي لارتجالي لعمل مؤسسي. يعني ازاي ربنا سبحانه وتعالى في تقسيم أموال الزكاة قال اللي عاملين عليها؟ مش بني الإسلام على 5؟ شهادة لا إله إلا الله والحج والصوم والصلاة، دي مسؤولية فردية صح؟ لكن المسؤولية المجتمعية بتاعت الزكاة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى عين لها العاملين عليها عشان ياخدوا أموال الزكاة، يعرفوا المحتاجين، يعملوا الملفات، يتابعوا كذا، عاملين عليها، أصبحت مؤسسة. يبقى الزكاة مؤسسة تقام من حولها برامج المجتمعات. فلذلك حذاري ان حد من المتبرعين يقول لك هديك صفر يعني زيرو، قول مش عايز فلوسك، هتجيب المصاريف الاداريه منين؟ قول مش عايز. هتلاقي ناس كتير يقول لك بس هديك ده، بس مش هديك ده، انت بس ما عنديش. انك في يوم من الايام هتنفذ وتلاقي نفسك مفيش عندك اي شيء في الحساب بتاعتك، خلاص هتجيب منين فلوس؟ متبرع فكر نفسه ان هو يعني ايه، انا 100%، مفيش حاجه اسمها 100% ابدا، مفيش حاجه اسمها 100% الا في حاله واحده. فين؟ اموال الزكاة، اموال الزكاة سقط. ها آه. في حاجه كان في متبرع تاني عم يشيل النفقات الاداريه سقط مش 100%. ها مال اليتيم،
سقط. لما الواحد بينفذ بيه لو انا شفت المصاري عملتها الشغله بايدي مباشره فهم ما في تنفس فميه. اعطيه حتنفذها ازاي؟ تم حتنفذها ازاي؟ انت دلوقتي انه انا حاليا فرض معي هدف. طيب انت دلوقتي فين؟ حتنفذ فين؟ فرض انا بسوريا دي سي في كلاف فانا تركيا رح انفذ بتركيا. حتنفذها فين؟ المحافظة او الحارة حتى الحين حتسافر يعني. شوف سكت ازاي؟ هو عب يفلسف فتفلسف علي. يا عم بالك ايه؟ انا هديك الفلوس ايه؟ انا عايز خروف ب 40 جنيه بس غير مصر. طب الخروف ده هيتعمل بقى خروف ازاي؟ اطلع فلوس من جيبك تطير في الهواء تذهب الى السوق في ادلب ولا في حلب ولا فتنزل على التاجر بتاع الخرفان تقول له يا تاجر خرفان اديني خروف فيخش الفلوس في جيب التاجر فالتاجر يطلع الخروف فالخروف على الدين فالخروف اه فالخروف يطلع بردك يمشي يذبح نفسه وبعدين يسلخ نفسه وبعدين يوزع نفسه كل ده ببلاش مفيش حاجه ببلاش الشيء المكان الوحيد اللي فيه مفيش مصاريف اداريه هو الجنه شفت بقى ده محدش فيكم بيبص للجنه دي خالص انت عايز تعمل كده تجي لك الفرخه تعمل يجي لك اللبس اللي انت عايز تلبسه بس تعمل كده لان اللي هتكفل بهذه المصاريف الاداريه يا اخ هاني هو ربنا عشان تعبت في الدنيا هيريحك في الاخر اللي يقول لك مفيش مصاريف اداريه يقول طب نتقابل في الجنه اما هنا في مصاريف اداريه انا هقف دلوقتي عشان اسمع الايه الاسئله بتاعتكم وانا متهيئ للسل او السليق وللغلي وللشوي ولنزع الجلد وايه تاني والشوي ايش هو طب شيء ما بقى شيء خالص خلاص كلهم بعد كده يقول لك ما لا يدور ما يدور الشال ذبحها سلخها بعد ذبحها تفضل يا شباب. طيب اسئلة كومنت يعني طب انا هبدا هيك برك ان شاء الله اتحرك الافكار عند الشباب. تفضل. في عندنا سياق القضية السورية او الواقع السوري ممكن ما بعرف اذا يعني اكيد بالدراسة الاسلامية كان في كمان قضايا مشابهة عديتوا فيها فشلون قدرتوا توازنوا بين الفريق اللي عم ياخذ رواتب وبين انه هو فعلا عم بيقدم شيء لهي القضايا اللي هي بالنسبه له هي شيء مهم ما يتحول الامر بطريقه او باخرى لعمل وظيفي او شيء او بنفس الوقت ما يضل الانسان هو بس عم بيخدم متطوع عم بيخدم قضيه وهو مهمل لنفسه وعايش على الكفاف وبالتالي ربما بعد شوي راح يشوف الاخرين صاروا اقوى منه فقدرتوا تتغلبوا على انه احنا عندنا موضوع سوريا مهم بالنسبه لنا بالبدايات فش قد نقدر نحن نضل عم ناخذ رواتب ومحافظين على حالنا يعني عندنا هي الحصانه انه نحن ما ننسى الموضوع او ما يغلب علينا طابع العمل على طابع معين او نعمل بالانس هذا وطبعا في الفتره بتاعت الثمانينات كان القيم والاخلاقيات تختلف تماما عن الان كثير كان نوعيه الشباب العاملين في العمل الخيري عامه نوعية مختلفة 180 درجة عن الآن بدون ذكر أسماء الدول اللي هم جم فيها منها فدي نمرة واحد مجتمعات كان فلسفة فكرها وأخلاقياتها وقيمها يعني مختلفة حاليا هل نقدر نطبق هذا الموضوع ولا لا يعني في أول الشغل في الإغاثة كنا بندي الفتات ده كلام يعجبك قوي بس كان الفتات بيكفي لان دي نوعيه الناس لكن بتحب تعيش على الفتات كان تكاليف الحياه ما هي صعبه زي دلوقتي ما تستطيعش اصبح المجتمعات متشابكه اصبح تكلفه الحياه عاليه فلا بد تدي ما يقي الناس او يكفي الناس وفي بعض الاحيان بتضطر انك تجيب بعض الخبراء تديهم اكتر لأن ما عندكش الكفاءة دي فما فيش ميزان واحد تزن بيه كل الناس واخد بالك فلذلك حاليا اللي أنا أطلب منهم إيه الشباب
يا ابني المرتب بتاعنا كذا خلاص، لكن يعرف في الانترفيو مثلا او في كذا ان انت بتشتغل في جمعية خيرية، نتمنى ان انت العشر ساعات يبقوا عشر ساعات، يبقوش خمس ساعات او ثلاث ساعات او ساعتين، وبعض الاحيان العشر ساعات يبقوا عشرين ساعة، وده يبقى ايه استثناءات، لان انت مش بتتعامل مع حجارة، بتتعامل مع ارواح. هنا ده دور المؤسسة انها تفعل طاقات الانسان الاخلاقية كي تتعامل مع الظروف المحيطة به، لابد. ولن تفعل هذه الا اذا كانت القيادات العليا هي نفسها مفعله. مش قلنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته؟ الرعايه هنا بس مش 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 قوانين، الرعايه ايضا اداء من الكبار، سواء كان الكبار دول اعضاء مجلس اداره، اعضاء مجلس امناء الى اخره. لكن لابد نختار الناس اللي هم يستطيعوا انهم يبذلوا بعد ما نكفيهم حياتهم. لو حد جه قال لك ما تديش، قول لا ما ينفعش، عيش ازاي؟ عنده بنات عايزين يروحوا مدارس، عنده زوجه، عنده اولاد، عنده كذا، عنده حياه عايز يعيشها. هو متفرغ. العمل الخيري دلوقتي اصبح مهنه، قول لهم كده، العمل الخيري مهنه. زي الطب وزي الهندسه وزي الزراعه وزي التعليم كلها، مش كلهم بياخدوا مرتبات؟ خلاص؟ وربنا استقطع من اموال الزكاه جزء. فلابد احنا نقول لهم نريح العامل عشان ينتج، ولما ارتاحش مش عارف ينتج. لان جيل الصحابه ده كان موجود في فتره كان فيها رسول، وفتره كان فيها صحابه، وفتره كانت مجتمعات فيها فقيره وبسيطه، لكن تحول بعد ما بنيت الدول الى اشياء اخرى. فبالتالي انت دلوقتي في الوصف الوظيفي بتاعك لابد يكون الحاجات دي واضحه للناس كلها قبل ما تيجي، سواء كانوا نساء او رجال. واللي زي انا مش بقول لك انا هشغلك 40 ساعه في الاسبوع وخليك بعد تشتغل 80 ساعه، لا، انا بقول لك في بعض الاحيان هتضطر تشتغل 50 و60 ساعه و70 ساعه، بعض الاحيان يمكن ما تشتغلش 30 ساعه حتى في الاسبوع، لان يعني احنا كل ايامنا مصايب، لا فيها ايام بردك فيها راحه. فلذلك التوافق ما بين هذا وهذا، بس يكون الانسان عنده رغبه انه يبذل من وقته وهو بياخد المرتب اللي بيكفيه لحياته. في كتير قيم مؤسسيه بنسمع من المانحين مثل الحياد والاستقلال والى اخره، فكيف قدرتوا كاغاثه اسلاميه بهذا المسمى اسلاميه انه تكونوا كحياد، يعني تتبنوا هذه القضيه وفعلا تقدروا تحصلوا على منح دوليه بهذا المسمى تحديدا؟ يعني حتى اللوجو هو شعار كان لشيء يرمز لشيء اسلامي، فهل انتم مثلا خدماتكم بتتقدم فقط في الجانب الاسلامي او المسلمين ولا لا هي خدمات عامه؟ ولكن شو الترتيبه او شو الطبخه تحديدا؟ شو الطبخه؟ تحب تاكل ايه النهارده؟ فريكه؟ ايوه كلها مشدنا على الطبخ، بدك تفهمنا الفكره بتطلع مثال فرخ بالفريكه او ضاني بالفريكه برضك ولا ميدا. ها تمشي. اولا الشعار كان حد فاصل نوقشنا فيه من 84 خاصه في منتصف التسعينات، اللي صممه واحد ما نعرفوش، شاب تركي رضي الله عنه حيا او ميتا، ورفض ياخد الايه الفلوس بتاعته. حتى الاسم مش احنا اللي عملناه، اسم اسلامك ريليف اللي ادهولنا الاخ يوسف اسلام اللي هو كات ستيفن. انا بس بقول الكلام ده عشان تدعوا له هو، بقول الكلام على الاخ التركي عشان تدعو التركي، واخد بالك؟ لا التركي رضي ياخد حق الشعار التصميم يعني، ولا يوسف اسلام يفتكر حتى لما قعد معانا في 85 ان هو اللي قالين سموها اسلامك ليش، واخد بالك؟ دي كان هويه، اردنا في الفتره دي بالذات ان كلنا هويه، حطينا الهويه على الطاوله. بدات في تفجيرات قطارات في باريس وفي فرنسا في منتصف التسعينات، الشباب قالوا طب نشيل الاسم، مش هيشال. لابد ان تتعود اوروبا والغرب على ان تتعامل مع مؤسسه باسم اسلامي لها عمل انساني. فكان ده التحدي الكبير اللي خلانا نحافظ
على الهوية وفي نفس الوقت نحافظ على الاستقلالية. من الأمثلة اللي احنا نجحنا فيها جدا في 92 جت قضية البوسنة. قضية البوسنة احنا بنقول مثلا قضية سورية بالعداد محدش يتفوق عليها، احنا نازحين نازحين لاجئين. قضية البوسنة كانت قضية مؤلمة لأنها قضية كانت تصيب الأسرة والمرأة والفتاة. قضية تطهير عرقي مبرمج ممنهج واتفق عليه كتير جدا من الدول، وقضية كسر الأسرة المسلمة بانتهاك عرض نسائها وبناتها. في سلسلة من الاغتصاب الممنهج الذي كان يعطي للجندي الذي يحتجز البنات أو النساء حبوب لكي يمارس الجنس مع نفس الفتاة 5 أو 6 أو 7 مرات. تخيلوا بقى، دي كانت قضية كيف التعامل معها في حصار سراييفو، في الصمت الغريب اللي موجود والإعلام اللي كانش بيتكلم خالص. قلنا احنا الإعلام الذي يتحدث عن الاغتصاب كمعاناة، عن الذبح 400,000 اتقتلوا في الحرب، 80% من المسلمين، مش معنى كده ان مفيش صرب وكرات ماتوا، لكن 40,000 إلى 60,000 امرأة اغتصبت اغتصاب ممنهج ممنهج ممنهج. وحبسنا في المعسكرات تعذيب الى الشهر 5 أو 6 علشان ما استطاعوش انهم يجهدوا انفسهم، وتولد كتير جدا من الاطفال لا يعرفون ابائهم. كان لابد احنا في وسط اوروبا ان نحافظ على برودنا، تماسك اعصابنا، وعدم خلط الاوراق في اي ملف من الملفات، بأي ملف من الملفات عبال حياتك. فلذلك نجحنا في البوسنة، كنا أحد المؤسسات مع غيرنا اللي حافظ على الحيادية، أعجزت الآخرين برغم أن كل الآخرين يعلمون كم عدد الاغتصابات، كم عدد القتلى، وكم عدد المساجد اللي دمروا. حتى كان فيها مساجد موجودة تاريخية سجلها الأمم المتحدة في اليونسكو، ومع ذلك سكتنا. ليه؟ لأن القضية الأكبر اللي حددها رحمة الله عليه الدكتور علي عز بيجوفيتش، شكرا، أنا قبلته سلاما، سلام الرجل ذو الذراع المكسور الذي اسمه ابن بالعربي التواء ألو دراعه المكسور من أجل وقف النزيف البشري ووقف انتهاك أعراض بناتنا المسلمات ده قبل ما يموت في الأول خالص، لأن احنا بنسميه السلام الظالم. الأمر التاني حصل أيام سربنيتسا، كرر الموضوع مرة تانية. قضية سربنيتسا الأمم المتحدة مشيت من المنطقة وسلمتها إلى الأمم المتحدة لقوات السلام للجهة الثانية المقاتلة، فاختفى ما لا يقل عن 11,000 من الرجال والشباب من أبناء البوسنة، اختفوا. والروايات تقول لك ذبحوا أو أطلق عليهم رصاص. تخيل أنت في 3 أيام من 9 إلى 11 يوليو عام 1995، إلى الآن لم يحصلوا على رفات إلا أقل من 9,000. في بعض الروايات تقول لك اللي ماتوا اللي قتلوا 14,000، بعض الروايات تقول لك 11,000. كان في أجمل فتاة في المدينة، سمعت القصة دي لما كنت في سربنيتسا من 2 سنين. بص عليها الضابط اللي هو هناك، قال لهم الجنود خدوها على الغرفة بتاعتي. خلاص البنت عرفت مصيرها إيه. كان غرفة في الدور الثالث، يعني هو هيخلص ويطلع لها. دي رواية قيلت في هذا الوقت 95.
البنت انتحرت رمت نفسها من الدور الثالث، انت كشيخ هتقول لها مات كفرة؟ في واحدة تانية في تزل نفس السنة بعد ما اغتصبوها خرجت وشنقت نفسها في وسط الغابات في تزلة، هتقول لها مات كفرة؟ احنا ما نعرفش حاجة اسمها الدعم النفسي اللي مؤسساتنا ما بتؤمنش بيه لسه. في بنت عندها 4 سنين اغتصبت. في كل هذه الاشياء انت عليك ان انت عشان بتحافظ على حياديتك وانت تعرف اين الظلم واين الحق. وبالك وعلى ذكر عشان تنصر المظلوم لابد ان تحافظ على حياديتك لكي يستمع اليك الاخرين. فده اللي خلى كتير جدا من المؤسسات العربية والإسلامية اللي نجحت منهم الإغاثة الإسلامية يتقدموا للأمام. بالك اللي هو توزيع المعونات أيضا على المسلم وغير المسلم من زمان، حاجة قديمة. في بعض الناس جم قضية البوسنة ولقوا البنات في الصيف لابسين شرطات وبتاع، الناس خارجة من الشيوعية بعد 70 سنة. انت عندك في بلدك بناتنا لابسين ده وهم فتحت المساجد والمآذن الى اخره، خد الفلوس معه ورجع. انت جاي ليه؟ بنات كان عندهم جيرل فريند وبيو فريند، ده المجتمع اللي عاشوا فيه، المجتمع اللي حرمهم من الدين الاسلامي، حرمهم من العلم والدين واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. دلوقتي تغير الامر. فلذلك في المجتمعات دي كل هذه التحديات لابد انك تدرس المجتمع كيف كان يعيش. المجتمعات في وسط اسيا اللي هي من اوزبكستان وطاجكستان وقرغيزستان وكازاخستان واوزبكستان كلهم دول ما كانوش يقدروا يقولوا انهم مسلمين. في البانيا ما كانوش يعرفوا يصوموا، كانوش عارفوا يصوموا، لو عارف ان هو صايم ياخدوه في السجن على طول. فالمجتمعات دي عاشت عشرات السنين وعشان تنجو تعرف كانوا بيعملوا ايه؟ في الشيشان بالذات كانوا بيطولوا مده الاحتفال بتاع الموالد، لو مولد عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم مولد النبي او العيد الاضحى وعيد الفطر، لان الحكومه تقول لهم انتوا مش هتحتفلوا، طب احنا العيد هناخده اسبوع ولا اسبوعين. فذلك انت احنا دلوقتي بنبص لها ايه الكلام الفارغ ده؟ هم دول صوفيين ولا مش صوفيين؟ يا مولانا انت ما عرفتش الناس دي كانت عايشه ازاي؟ عشان تتقابل لما الختان كان عيد ويعملوا مثلا اختتنوا ابنهم النهارده يعملوا عليه حفله وحفله عشان الناس تزور بعضها، ما كانش مسموح للناس انها تزور بعضها. فقبل ان نحكم على الناس في مجتمعات زي كده لابد ان نعرف كيف ونحافظ على حياديتنا. كان لما يجوا يصلوا بالليل مره واحده ويقفلوا كل الانوار اللي في الشقق بتاعته، يقفلوا البيبان ويحطوا على الشبابيك ستائر ويصلوا من غير ما يعرفوا حتى ما بيقروا ايه. كل هذه الاشياء بسبب هذه المجتمعات نعرف ازاي خرجت الناس دي بعد 70 سنه ولسه بتقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وبعدين بقى كان يقول لك اصلها مش محجبه ما اداش، اصل بيشرب سجاير في رمضان. طب ما انت ما في ناس عندك هنا كل حته في البلاد اللي فيها الاف المساجد بيعملوا اسوأ من كده. واخد بالك؟ فالحياديه هي جزء من العمل علشان تستمر عملك مع هؤلاء الناس. لو فقدت شعورك انتهى دورك في المجتمع. شكرا. اتفضل يا شباب. اتفضل عينيا. نحن كنت ما بعرف هلا اغلب المانحين المتبرعين ممكن يكون اوروبيين او يعني غير مسلمين، وممكن يكون الهدف التبرع يعني بالنسبه لهم في اهداف هي مخفيه عنا. فهل في ضابط نحن مثلا بالتعامل مع متبرعين وفق اجنده معينه ولا لا؟ نحن ما لازم نميز، لازم ناخذ مهما كان نوع التبرع، ممكن يكون في اجنده نحن ما
ما هي ظاهرة لنا؟ شوف يا أخي الفاضل، ما فيش مانح من غير أجندة، ما فيش مانح من غير ثقافة، ما فيش مانح من غير هدف. بغض النظر حنسمي الأجندة إيه والثقافة إيه والهدف إيه، لو أنت عرفت الهدف والأجندة وعندك قدرة أنك تقول لأ، قول لأ. عايز تطاطي تطاطي. كان في أغنية لسيد درويش بيقول لك إيه، عشان ما تعلى ما تعلى ما تعلى لازم تطاطي تطاطي تطاطي. مش تواضع، الطقطقة المعطقة مش ما يبلغ العربية، تطاطي تطاطي دي بتاع سيد درويش. ها احنا مسميها تطبيل بس، قال لك عشان ما تعلى ما تعلى ما تعلى لازم تطاطي تطاطي. ده بقى سيد درويش رحمة الله عليه، لأنه كان موسيقار شارع مش بس موسيقار جيل. لو انت عايز تطاطي تطاطي انت حر، لو انت عايز تقول لا قول لا. لو انت تقدر تاخد الفلوس وتحسن في الانفاق من خلال سلوكياتك انت واخلاقياتك عشان تقلل سموم المنحة، اعمل. انت صاحب القرار، انت صاحب القرار، وانت صاحب القدرة على تنفيذ القرار بسمومه او رفضه او ابداء قيمك واخلاقك اللي ما تصدمش مع المانح، لكن الاصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين يحبوا قيمك ما يحبوش قيم المانح. فالمعادله ترجع لك انت، ففي الاخر تقول انا مين لكي يتبعني هؤلاء. أن انت في النهايه حضرتك اسمك ايه؟ احمد. بأني قسم؟ المالي. انتوا كلكم قاعدين وقاعدين جنب بعض يعني اسدين الثلاثه كمان يعني أسدين قصر النيل وقدامهم المسلة الفرعونية. أنت المسلة ها؟ المهم يعني فلما ننظر لحاجة زي كده، هو أنا ما ينفعش إن أنا أكون مقاول أنفار. ما ينفعش، لأن ده عمل إنساني وعمل اجتماعي وعمل خيري في نفس الوقت وعمل تموي وبناء أجيال. فلابد إن أنا أحاسب نفسي على اي منحه باخدها وكيف ساصرفها، سواء كانت مشروطه او غير مشروطه. خدت بالك؟ فبالتالي انا صاحب القرار، وبالتالي كلنا في الجمعيات اصحاب القرار، ناخد ولا ما ناخدش، ولو ما خدناش كلنا ما ناخدش، ولو خدنا كلنا ناخد ولا لا. معايا اخ احمد؟ الله يرحمه. التعقيب على نفس السؤال، يمكن بشكل مباشر ما بيجي عندك الداعي المفروض الايديولوجي تبعه، بس انت يعني مثل ما قلت وضحت لك الثقافه تبع هذا الداعم والرؤيه تبعه اللي هي ما بتتقاطع كثير مع مبادئك وقيمك اللي انت ضمن المؤسسه. فهل اذا كنت انا منتهي من مرحله التاسيس ومرحله البناء ومرحله الاحتياج الاساسي، تاسيس ايه؟ يعني انا مالي يعني انا مؤسسه مكتفيه عم بوصل للهدف اللي انا بدي اياه للمستفيدين. كجمعيه دلوقتي، كجمعيه ايه، وقالك مانح، جاني مانح وانا مالي بمرحله التاسيس. لا. وانا عرفت المانح ده عندك للجمعيه ولا للمشروع؟ مشروع ورجع بالتاسيس بتاعك انت. تفضل. مشروع ده يتنفذ ضمن الجمعيه اللي انا عم بشتغل فيها بشكل مباشر، ما راح يقول لك بدي الايديولوجيه 1 2 3 من اول مشروع، ممكن تكون بشكل تدريجي وبشكل على مستوى بعيد. فهل انا اقرر من هلا قبل ما ابلش الشغل معه انه انا ما اشتغل مع هاي الجهات؟ انت بتتكلم لبناني ولا بتتكلم سوري؟ حلبي. حلبي. حلبي دوله اخرى، دوله مجاوره. فهل انا اقرر من هاي اللحظه انه انا ما اشتغل مع هاي الجهه؟ شوف، لا اشتغل مع ريثما، لا اشوف في ايديولوجيا عم تنفرض علي لانيتي امشي فيها. طيب، من اول ما تاسس مؤسسه لابد ان تجعل في استراتيجيتك مخك انك يكون في تنوع في جلب المال، تنوع في مصادر الدعم، ولا تعتمد على مانح واحد. لو اعتمدت على مانح واحد حيصل لك هذا. كنت بكلم مع الشباب قبل كده، يعني نحن لما بدانا ننطلق في اوروبا وامريكا من اول التسعينيات، نظرنا للعالم كجانبين، جانب غني في أموال وجانب فقير محتاج أموال.
وبدأنا نفتح مكاتب في الجانب الغني لأوروبا وأمريكا، ونعمل علاقات مع جانب أيضاً غني في المنطقة العربية. يبقى عندنا كذا إيه؟ مصدرين. كذا مكان متنوع. وبدأنا في نفس الوقت نبص على اللي هو الدول الفقيرة. مقبلك اللي عايز الفلوس بتاع ودي فلوسها. واخبر حضرتك، فلابد ان انت من اول يوم تضع هذه التنوعات على الطاولة عشان تستقل. يعني لما رحت انا الشيشان المرة التانية في سنة 99، كنا احنا علاقتنا قوية جدا مع الحكومة البريطانية، قلنا احنا هنروح الشيشان. ما ردوش في الخارجية، كان كام ده يعني، بعتنا فاكس مش عارف، ولا زمان كان 99 كان في ايه يعني، ما كانش في ايميلات. ومشيت انا في الايه في يوم السبت تقريبا او حاجه زي كده، ونزلت على موسكو. موسكو وهم البريطانيين كانوا عارفين هتكون في حرب ضروس يعني، ساعتها يلتسم مشي وجي بعد كده بوتين. انا كنت فين؟ انا محمد سوري، خلي بالكم محمد علاء سوري، بس موجود في الاردن، لا موجود في نالشك في كبردين بلقاري، هو ده كان مسؤول الاغاثه في الشيشان. فاتصلت الخارجيه بمكتب بتاعنا في بريطانيا، قال لهم فين هاني البنا عشان نرد على الفائل. قال لهم هاني البنا دلوقتي في مش عارف في الشيشان. قال لهم ازاي، المفروض ما يروحش موسكو حتى، لان الحكومات عارفه مستوى النزاع. وانا رحت في وقت، انا ومحمد رحنا في وقت كان خلاص يعني خلاص بتسكر والآليات الروسية داخلة التقيلة يعني. خدت بالك هنا كان في استقلالية في اخذ القرار، احنا نازلين مش محتاجين دعم اي حكومة، وهننزل نعمل الريبورت بتاعنا. معايا الكلام ده في نوفمبر 1999. الاستقلالية اجت من التنوع في مصادر. ايوه عندنا كلمتنا. كنا عاملين ميزانية 10,000 دولار. يعني اول ما تحصل اي كارثة تصرف 10,000 دولار من غير اي شيء، حتى من غير اي دراسة. عشان تبتدي تروح هناك تبعت حد، والحد ده يبتدي يعمل ايه؟ اللي هو دراسة الحال. لما جينا نخش الشيشان بعد كده وفي نفس الوقت ده انا ومحمد، دخلنا جروزني، كمية الدمار اللي فيها لا يتخيله احد، بيوت سكنية مضروبة بالمدافع والصواريخ الطائرات، كمية الرصاص اللي في الشوارع لا يتخيله احد، لا في مية في المستشفيات ولا في ضوء في كهرباء يعني. وانت في شهر ايه؟ في شهر نوفمبر. نوفمبر في الشيشان يعني انت تتجمد. شفنا المخيمات اللي موجودة في القطارات، كان في حاجة اسمه سبوتنيك كامب على الحدود، كل عائلة عايشة في صالون من صالون القطر، الاب والام والاطفال، شفناها الحاجات دي كلها. فلما رحنا انا خلاص خلصت بقى، انا يعني خلاص بقى أنا. لا ما خلاص ده انا هتعشى النهارده عشان الاخ اللي بيعمل العشاء ده نعرف ناكل عنده. لما شفنا الموضوع ده يا اخاني واخد بالك، بدأ تصورنا يتغير. رفعنا سماعة التليفون وكلمنا مين؟ كلمنا هارون اللي هو مسؤول المالي. يا هارون، قال نعم. قلنا عايزين نحط صفر جنب ال 10,000. يهديك يرضيك، انت عارف محاسبين ها؟ ثلاثة قاعدين السباع اللي قاعدة ورا دول. انت السبع ثالث؟ سبعة اثنين ثلاث سباع في غرفة ده؟ بالظبط. طابق تحت. وبعدين عاملين قفلة، يعني هم قافلين علينا كلنا. سدين الهوا. في عندنا نمور داعمين لهم. واحنا هنا بقى احنا الفريسة. فالمهم اقنعنا هارون في الاخر بنزود ال10 ل100,000 خلاص.
خرجنا من الشيشان واحنا خارجين كانت القوات الروسية داخلة بكل الآليات المجنزرة الكبيرة. قبلك خرجنا قعدنا بقى في جروزني ناس في جروزني في نالشك في بيت محمد أخونا عشان نعمل رؤية للمشروع بتاعنا للمئة ألف طب ومئة ألف ده واحنا عاديين عايزين بقى إلان احنا عايزين نعمل مخيمات ونجيب عربيات للنقل وعربيات إسعاف ونجيب حطب ونجيب فحم ونجيب الحاجات دي كلها. بعدها بكم يوم كده كلمنا هارون تاني قلنا له يا هارون قال نعم قلنا له عايزين كمان صفر من أدبه ما قفش التليفون في وشي أنا مديك يعني عشان مليون. ها مليون يعني ما حط صفر جنب المئة ألف هيبقى إيه يا رقم رقم واخد بالك سكت ما رضاش يتكلم قال الجماعه دي اتجننت وانا طبعا معروف اساسا ان انا مجنون. هذا هارون داعم ولا منفذ؟ هارون ده ملايه هم الاسود اللي قاعده ورا دي هو فوت في الاول اول صفر بقى 100,000 قال لك الصفر الثاني ما ينفعش يفوت لان 10 من 100 سهله لكن 100 من مليون مش سهله يهديك يرضيك ما رضاش. كان معانا تعرف انا كنت بنام فين يا محمد اخوك السوري ربنا يديله الصحه ربنا كان ده سبب نجاحنا في الشيشان اتنين. محمد بحياديته مين اللي كان بيتكلم عن الحياديه؟ بحياديته وبكثره اخذه للاستجوابات في كل مراكز الاستخبارات والامنيه لان احنا مؤسسه اسلاميه موجودين فين؟ في جروزني وفي وعين روسيا بتحارب مين؟ واخد بالك؟ اخونا محمد ربنا وده جزء من النجاح ده هم كان متماسك وفي اخت ثانيه اسمها ناتاشا هي مسلمه روسيه كان بسم الله ما شاء الله راجل ولا الف راجل واخد بالك؟ المهم محمد عنده شقه استوديو يعني هو ومراته بيناموا ايه؟ غرفه واحده انا هنام فين؟ قول لي هنام فين؟ الغرفه الثانيه او الاستوديو قول له استوديو انت جاي منين يا ابني انت؟ سوريا اقول لك استوديو يعني غرفه واحده معنا استوديو اسطوح البيت وقاعدين بشقه غرفه واحده يا بتبقى انا كنت بنام في الكوريدور اللي هو على ايدك اليمين اللي هو الزوج والزوجه نايمين وعيدك الشمال بقى المطبخ والحمام والباب وفي الكوريدور ده كان فيه المكتب شفت بقى حتى كده طاوله كانت مراته هي بتقعد تترجم لنا الحاجات من 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 من, من روسي ل ل ل ل لانجليزي اسمها جنه ربنا يديها الصحه. طيب فلما قضينا الموضوع ده عشان بس نخلص من النقطه دي كان عندنا استقلاليه. تعرف صرفنا كام يا خاني شهر مارس او فبراير 2000 وسنه 2000 كم اللي حسبنا؟ ها؟ 3 مليون. انت سمعت الكلام ده قبل كده؟ توقع ان الاسوار بتزيد طبيعي يعني. لا اللي صرفناه من اللي جمعناه مش اللي جمعناه كله يعني كان عندنا 10 100 وبعدين مليون ما خدناهوش. الشيء الوحيد اللي احنا خدناه من جروزني صور قيمه الصور اللي احنا خرجنا بيها جابت لنا ما لا يقل عن 3 او 4 مليون صرفنا منهم 2 مليون على شهر فبراير مارس. بس جت ليه؟ لان كان في استقلاليه في السفر في رؤيه في مخاطره في معلومه انت جبتها قبل اي حد ما يجي. خدت بالك؟ فهنا الاستقلاليه بنتكلم عنها. ان انت بتقدر تجمع بالصوره دي ملايين. اتفضل يا شباب. مجد عم شوف الموقع تبعكم في عندكم شغل ببرنامج لايف في الاغاثه نعم تفضل احد البرامج اللي عم تشتغل فيها اسلاميك ريليف هو برنامج اللايف ليهود وفرص العمل للناس اللي موجوده بالمجتمعات المختلفه. حابب هيك اسمع لو ملخص من الدكتور كونه اسلاميك ريليف تشتغل بعده دول عن هالتجربه وخلينا نقول قصص نجاحها هل هي بتختلف من دوله لدوله ومن طبيعه ناس لطبيعه ناس واذا في شيء هيك
تحب تضوي لنا اللايف هود؟ بدأ من التسعينات عشان تعرف ازاي المسيرة مشيت. والأضاحي بدأ من الثمانينات. أول مرة نعمل مشروع أضاحي كان سنة 86. لايف هود بدأ من التسعينات كتمليك الأبقار والشباك السمك في بنغلاديش والركشة فين الركشة والميني تراكتور اللي هو الحرات اللي هو الصغير. بدأنا بنغلاديش لأن بنغلاديش شعب قائم على المساعدات وقائم على تكوين المجتمعات أو الجمعيات أو المبادرات المجتمعية. كان من أسهل وأنجح الأماكن لأن الأصحاب كل مجموعة بيحاسبوا المجموعة اللي خدت الفلوس. فلما نقول احنا عندنا 20-30 أسرة وأول مجموعة هنوزع 5-6 منح على 5-6 أسر. الخمس ست أسر دول ها اللي هراقبهم في الدفع باقي ال 20 أسرة موجودين عشان معاكم سامعهم طبعا. بقى ال 20 جمعية. كان ده الرقابة بالطريقة دي. كانش في ساعتها لا 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 بلدية ولا اسم كده يا ربي اسمه يا ربي ولا قانون ولا عقود. كان هم يعني المنتظرين بياخدوا من ايه من اخذوا القرض من قبل كده. بدأ هذا الموضوع وكبر وانتقل من البنغلاديش لباكستان. دلوقتي موجود في البوسنة موجود في كوسوفو موجود في اماكن كتير جدا. لما بيكبر مشروع زي كده يكون عبء على المكتب الميداني. فهم سجلوا له اكثر من شركة في اكثر من مكان عشان هي تاخد فلوس وتجمعها وتتفقوا على الحكومة. في كل حكومة ليها قوانين في الإقراض والبنوك ليها قوانين في الإقراض. فلو بده يخش معاك بنك بالك لو بده يخش معاك البلدية بتاعت الحكومة تعرف انت تعمل ايه خش معاك وجهة القومة كذلك. فده اللي بيحاول يحكم العلاقة في الأماكن اللي مش متعودة على ان المراقب هو يكون المستفيد الثاني. فكل منطقة ليها طريقة مختلفة عن منطقة تانية. بهتك. فانت لما تيجي تجرب حاجه زي كده تشوف المجتمع بتاعك يقدر يعطيك ايه. هل المجموعه الثانيه تقدر تاخد المجموعه الاولى؟ هل في بلديه تكون هي الوسيط؟ هل في عقد قانوني يكون بينك وبينها خاصه لما يكون اقراض مش منحه؟ منحه ما فيش مشكله فيها. لو ريفولفينج فاند واقراض يبقى لابد انك تشوف الاليات اللي تحافظ على سداد هذا القرض. لكن اما المنح فانت خلاص بتدي منحه وتنتهي الموضوع. لكن كده او كده لابد يكون عندك اليه لقياس اثر هذا القرض او هذه المنحه والا بيبقى هباء الانفاق هباء والعياذ بالله. والسؤال الثاني يتبع هذا السؤال هو اليه المتابعه واليه الاستدامه لهذه المشاريع. هل فعلا عم نحكي عن المنح وليس القروض؟ المنح سهلة انك تجيب منها لانك بتوديها على طول. الاقراض بس لابد في الاثنين سواء كان منحة او قرض لابد يكون في آلية لقياس الاثر. يعني مثلا احنا مرة رحنا في مشروع البوسنة. مشروع البوسنة بدأ بتبرع كريم من واحد في المغرب قبل الشيخ يوسف القرضاوي رحمة الله عليه. بعد حرب البوسنة ما خلصت قال له خذ المبلغ ده يا مولانا. قال له الايه؟ قال له البوسنة. فأنا كنت بزور قطر في الوقت ده في آخر التسعينيات تقريبا. فالشيخ القرضاوي بتسلم عليه عشان أسلم عليه يعني قال لي تعالى يعني البيت. قلت له بس حضرتك جاي من الصف. قال تعالى البيت يعني أنت مش حمد. طب قلت لك تعالى يعني تعالى ما تجيش ليه؟ رحت له قال لي خد. قلت له إيه ده؟ هذا مبلغ حدده لي في المغرب. قلت له أعمل بيه إيه؟ قال لي عملت عن تسوية ايتام. قال لي تام. كلمت الاخ بردك كان سوري كترجي اسمه كترجي عارف الكترجية هو سوري بشناوي دلوقتي. ده شاف ايام بسم الله ما شاء الله اسود من قرن الخروب. ده شاف حصار سراييفو هو وولاده كان بيصوت طول الليل. طب بعتولي 500 دولار
ما تبعت لك منين؟ بلد محاصرة والصواريخ واللي كذا واللي كذا وكل شيء. المهم قلت له يا محمد، قال لي نعم. الاثنين اسمهم محمد برضك كده، محمد علاء ومحمد كترجي. قال لي نعم. قلت له يلا اشتري لنا بيه بقر وسنوي. اشترى حوالي 50 بقرة المبلغ وزعناهم بدون الرؤية الكبيرة بتاعتكم دي والاستراتيجية والحاجات التخينة دي تكلموا عنها. بعد كده هو استطعنا ناخد منحة من مؤسسة الشيخ بن النهيان، لأن النهيان اسمه أبوهم اسمه ايه؟ زي بن سلطان النهيان، حوالي نص مليون دولار. الجمال في الموضوع ده بقى ايه؟ ان احنا زرنا كندا تنفس 2001 2002، احنا زرنا بعد كده بثلاث اربع سنين لقينا في بنت وبقره قاعدين في نفس البنت داخله حضن البقره مش عايزين نخش عليها. البقره جميله طبعا، البنت اجمل واخد بالك، اوعى تروح البوسنه واخد بالك. فسمعنا قصص بقى ان البقره دي من لبنها، لان المراه البوسنويه زي السوريه كده بالظبط، شطاره يعني بخمس الاف راجل في البيت وفي الغيط وفي كل حته. في ناس منهم عملوا بنوا منها البيت بتاعهم من ايه؟ من بيع اللبن. كان بقر نمساوي اللي بيطلع في اليوم 25 30 لتر. بسم الله ما شاء الله، تنزل بقره كده جميله تدب على الارض، الارض تهتز براحتك. فلقينا بعد خمس سنين البنت قاعده ماسكه البقره، والبقره هي مصدر بعد فضل الله سبحانه وتعالى الرزق بتاعهم. واللي قال لك انا عملت دكان، واللي قال انا عملت كذا وكذا وكذا. فهنا كان كناش بنعمل قياس اثر. دلوقتي اصبح عليك واجب عليك تعمل قياس اثر عشان ينجح مشروعك. ما يهمكش انت وزعت كم بقره او كم ركشه او يهمك انك تاثير هذا على المجتمع ايه. انت ما اكلتش؟ لا اكلتش. طب انت اكلت؟ انتوا اعتمدتوا بفتره من فترات مبكره على الكوادر اللي هي ممكن تكون اجنبيه من مختلف الجنسيات، هذا ما اثر على انه اشخاص ما بيحملوا نفس القضيه او كيف تعاملتوا مع الاشخاص اللي هن خاصه اللي ما بيحكوا عربي مثلا وشيء. فهذا كيف كان تعاملكم معهم بفكره؟ خلي بالك احنا عايشين كاقليه مختلفه يعني. هتلاقي عندنا الباكستاني والهندي والبنغلاديشي والعربي وكل، فاحنا ما جبناش حد من بره. ودول شكلهم لما دخلوا مع بعض اصبحوا اجانب، انتوا من زمانكم سوريين. فاحنا مختلفين عنكم، لان اللي عايش في بريطانيا وتلاقي نسيج مختلف. واخبر حياتك. بس لما تعملوا بعثه او مكان اخر بتضطروا تجيبوا احيانا من حدا من ساعات بيحبوا يجيبوا حد مش من اهل البلد عشان حكايه اللي هو الفساد. في كتير جدا من الدول الافريقيه لما بيحصل ان يكونوا من اهل البلد نفسها، بعض هؤلاء الناس بيبتدوا ايه يضربوا القطخيه الماليه الى اخره. فبيحاولوا انهم يجيبوا حد يعني خاصه رئيس القطاع او المحاسبات يكون اجنبي، يكون بكنترول بالمكتب الرئيسي. وده معركه ما بين بتوع الحسابات وبتوع اللي هم الايه المكتب الرئيسي. يقول لك لا بتاع الحسابات بالذات انا اديره، ان هو ده مانت الميزان بتاعي. واخبر حياتك في اي مكان في الاماكن في العالم. فده استعنا باولاد بريطانيا كتير منهم، واستعنا بالاخرين بلغات مختلفه. ولما انت تيجي تقول لي هل كان عندك استراتيجيه، اقول لك لا. كده بنجيب في الوقت ده الصادق الامين بالك من الناس، وبعدين بعد كده بنجيب الايه القويه كذلك كذا وكذا. فكل الامور دي اتعلمناها واحنا بنشتغل في الارض. بالك في الاول احتاجنا نجيب ناس نثق فيهم في مرحله التضحيه. فرجحتوا الصادق على في مرحله معينه. في مرحله معينه لا مش حمشيه بس عشان ايه؟ في مرحله معينه شايفه؟ مش انت اللي بكلم الاخت اللي شايفاني في التلفزيون دي. هي مش واخده بالها. في مرحله معينه. دلوقتي لا، لازم يكون عنده الاثنين، خاصه القوه مهمه جدا.
يعني القوة مهمة جدا. ليه؟ لأن أنت بتأتمنهم على مال، بتأتمنهم على حياة أفراد، لما على الحاجات دي كلها، فلابد يجيب حد يكون عارف المهنة شكلها إيه. فضلوا يا شباب، اتكلم انت بقى يا اختي، انت ما جيتي ما اتكلمتيش انت. العافيه. انا حضرت صراحه بس مستمتع يعني بحديثك اللي بتتكلم. طيب يا ست حضرتك الامور شوي خلاص. خد دي هي عندنا اخصائي نفسيه. اوه بسم الله ما شاء الله. مدير قسم الحمايه. شوي كنت عم تحكي مرتين على موضوع انت تيجي تقعدي جنبي تطلع في التلفزيون البي اس اس، كنت عم تحكي انه يكون ضروري بكل مشروع، فهذا الكلام لازم يعني كمان اذا في مجال هيك عشان اقول لسميه. نعم. طب يا لا هو فكره سميه وياسر في مؤسسات ما ينفعش، عايزين عمار بقى. بس كنت رحت شركه انت البي اس اس بطريقه مختلفه عن البي اس اس المقصود كسيرفيس، يعني بتطلب انت البي اس اس في كل الخدمات تبع المؤسسه، وليس البي اس اس الدايركت اكتيفيتي اللي هو مقدمه للاطفال مقدمه للكبار. فهذا المفهوم. شوف المفهوم بتاعنا، انا كنت في يوم من الايام بسمي الدكاترة الأخصائيين إن هم نفسيين دول دكتور نايم الناس التوجيه المغناطيسي، يعني أخبر بالك ده على حسب ما تعلمنا الأفلام المصرية القديمة. إلى أن اكتشفت إن أنا مش فاهم، أو إن أنا فاهم غلط، أو إن أنا مخطئ، لأن أول من عملوا تقارير عن البي اس اس كان ايام الحرب بتاعت كوريا في الخمسينات. دخلت بنت صغيره في السن للمدير المؤسسه، يعني واحد من الشباب كده او دكتور سوري او العياده، وكل يوم تخش له ما فيهاش حاجه البنت، ده بنت صغيره ومش دراعها مكسور ولا رجلها مكسوره ولا عندها قلب ولا عندها دايابيتس او الى اخره، وكويسه يعني. ولا استني 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 استني، مش عارف تشرح له، تقعد معاه عشان تشرح له. وبعدها باسبوع البنت انتحرت. فقال له ليه انتحرت؟ لانك انا اغتصبت، حبت تقعد معاك ما خدتش فرصه انها تكلمك. ما كانش حاجه اسمها فيها بي اس اس في الخمسينات او في الستينات. دلوقتي البي اس اس لازم يطلع سيستم، لان مجتمعاتنا محتاجه بي اس اس. مجتمعاتنا اللي هي السويه داخل المجتمعات المستقره، حتى في الغرب، حتى في الشرق، في كل حته. ليه؟ لان المشاكل النفسيه اللي بتحدث حاليا دلوقتي مع الاطفال ومع النساء ومع الرجال مع ومع 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 مش محتاجه لجوء، مش محتاجه نزوح، مش محتاجه اغتصاب، دي موجوده. فما بالك احنا شغالين مع مين؟ مع اضعف فئات المجتمع، الارمله واليتيمه والمسكين والنازح واللاجئ الى اخره. فلا بد نحول فكره الدعم النفسي ده الى اداره ثابته تراقب كيفية كتابة المشاريع من ناحية اللي هو الشعور النفسي لمن سيتلقى هذا المشروع. انت فرحانة دلوقتي ها؟ شفت بقى تطلع فوق السما دي، انت مش هترجعك هي، هتقول لك انت هات لي الدكتور ايه؟ لو المؤسسة ما عندهاش إمكانية ممكن يكون واحدة سوشيال وركر يعني مؤسسة اجتماعية ومعاها واحد حتى كونسلتنت يعني سايكاتري، حتى ما كنتش موظف لما مش امكانيات. لكن الانسب في المؤسسات الكبيره انها تبص على المشاريع من وجهه نظر نفسيه. فمن انا تحولت من طبعا طبعا يعني انا لي اصدقاء كتير جدا من صحابي اخصائيين نفسيين موجودين في بريطانيا. واخد بالك؟ يعني لما تسمع القصص بتاعت الناس واحنا عايشين في بريطانيا تشيب تشيب، مسلمين وغير مسلمين. فما بالك اللي عايشين النساء اللي اغتصبوا في السجون المعتقلات، او المراه اللي لم تغتصب في المعتقل ولما خرجت الشارع من المعتقل الكل عايز ايه؟ ينال منها. طب يعني ايه انا كنت معتقله ومسجونه شهر؟ لا انت كنت جوه، يبقى خلاص تبقى انت سيد سمين لينا احنا. ليه؟ بكل هذه الاشياء بتخلي الواحد يفكر بطريقه مختلفه تماما.
عن حاجة المؤسسات لعمل وحدة أو إدارة أو شخص مسؤول عن الدعم النفسي، ويكون الدعم النفسي جزء من كتابة المشروع. من الأخ بتاع المشاريع أنت؟ وإذا بدكت المشاريع بس عشان تفرح يا أخت سمية، أو تكون الخدمة يتقبل المستفيد بطريقة مناسبة لكرامته ومناسبة أيوة هم اللي يقدروا المجتمع المحلي. فضل. بس دعم نفسي مباشر، لا 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 كمان خدمة راعي الجوانب اللي ما تأذيه من طرف ثاني أو ما تكون يعني بتعمل نسميناهم شوي حتى يتقبل بعض المشاكل اللي عند المنظمات وغيرها، فهو لما تشوف إحسان بطريقة أو بأخرى فبيكون نعم. لما تقعد مع بقى مع الأخصائيين اللي هم بتوع السيكاتري اللي هم بتوع النفسيين دول، كلامهم تماما يختلف عننا. لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، بالرغم ان انا مش طبيب نفساني، انا طبيب موتى يعني. انا بسم الله ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله عملت منكم كتير، مش انت يعني ربنا كان بيسالف الباثولوجي يعني، كان كل شغلي على الجثث. لكن هم لما تقعد معاهم فعلا عالم اخر. فانت عامل لك مستشار نفسي احد الاخصائيين اللي هم النفسيين، وخليه يبقى يدعم اختنا سمية وشوف هيقول لك بالنسبه للمشاريع ايه المشاكل ممكن يعجبها ان شاء الله. اتفضل هاني بيلعب كويس قوي. لا والله سيبش هنحرك الجو. هلا احنا كمؤسسه مقتنعين باهميه الحمايه والدعم النفسي، بس اكيد واجهكم تحدي اثناء تطبيق هاي الافكار سواء هلا او سابقا، بانه اقناع المجتمع المحلي باهميه انشطه الحمايه للمكون اللي نحن عم نشتغل فيه الانساني. لانه انت لما تدخل على المجتمع بيقول لك يا اخي اعطيني سلم، انشطه الحمايه ما كثير مفيده، دعم لي التعليم، براتب الاستاذ اهم من انشطه الحمايه، المنحه اهم من الحمايه. بدوم عم بيكون الحمايه يا اخي ما بدنا انشطه حمايه، مثل لما بتجي عند شخص شو محتاج تدريبات؟ بقول لك انا ما لازم تدريبات. لانه هو ما كثير محلل احتياجاته التدريبيه وما عرفان شو هو بيحتاج. فنفس المشكلة عم تواجهنا لما عم ندخل على المجتمعات المحلية. ميت اوت ريش وركر مشان ايش هدول؟ كنسل شيء دعمي فيه راتب 100 استاذ. وهذا الشيء اللي عم بيواجهنا حاليا بالمشاريع اللي شغالة بالإيدي. هو اللي حابين لك أهمية وجود الحماية داخل المشروع هو الأخصائي الاجتماعي والطبيب النفسي. خبر حضرتك لما ينزلوا هم يشوفوا المجتمع ده شكله إيه. انا برضك مش عايز انت تكتب بنفسك يكون قاعد في المكتب ويديك، لا ينزل ويشوف الناس محتاجه ايه. ممكن يكون برنامج الحمايه داخل برنامج الدعم نفسه، زي ما تقول انه برنامج حمايه ما يكون خدمه منفصله يعني. ممكن على حسب ما هم. شوف اللي هيفهم في الدعم النفسي مش انا بس اللي انا فهمته ان انا نورت النور عندي انا. لما تنور النور ده هيبين لك حاجات تانية كتيرة. فاللي يبينها لك مين؟ الطبيب النفسي. لما تنزله ويخش، وخاصة اسمعني بس، الطبيبة النفسية مش الطبيب النفسي. انا عايز في الحتة دي ان اللي يكونوا مسؤولين او مسؤولات لما يكونوا نساء نفسيات يعني. لما يلاقوكم هتقولك لا ده المشكلة فيها كذا وكذا 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 وانت محتاج تعمل كذا. فده ممكن نروح لقسم المشاريع لما انت بحاول برنامج جزء من المشروع نفسه. في عندي انا ثلاث نقاط بس حابه اطرحهم بهذا المجال. لا خلاص خليه مش هو مشغل عشان بس شو ما يتكلم. تمام. هلا بالنسبه عندها التليفون، عندك الميكروفون؟ ادي الميكروفون يا سميه يا رجل. يا سميه اين ابنك؟ ابني؟ عمار. الله كريم ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. بالنسبة للحماية في عدة نقاط أساسية. أول شيء لما نحن بننزل على المجتمع السوري بشمال سوريا ومنقدم خدمات الحماية، عم يكون تصورها بالنسبة للمجتمعات المحلية منقوص، يعني هن ما بيشوفوا أو ما بيفهموا شو هذا البرنامج لحتى نحن نقعد معهم ونشرح لهم. فإذا ما شرحنا لهم شو هاي الخدمة، هن عم يكون عندهم تصور مختلف عن الشيء اللي نحن بنقدمه. أحيانا نحن بجلسات التوعية ما بنقدر حتى نوصل للصورة كاملة، لانه نحن اللي بيظهر للاخرين واللي بيظهر بالاعلام هو الجزء العمومي او الجزء يلي بيتعلق بالجانب الترفيهي.
أما الجزء اللي بتعلق بالمساعدات الفردية، بالمساعدات النفسية، بأنه أنت تنقص حالي من الموت، لأنه أنت عم تقدم خدمة حماية لشخص لحتى ما يموت، لأنه هو بشدة الضعف، فهذا الشيء ممنوع أنه يظهر، لأنه هو يقدم على أنه خدمة سرية للغاية. فأنت بتخترق كرامة المستفيد لما بتحكي عنه وبتصوره وبتقول أنه أنا أنقذت هذا الشخص. لهيك ما عم يظهر البرنامج كيف بيشتغل. بالإضافة إذا بدنا نحكي على الأولوية اللي حكى عنها هاني من شوي، إنه ليش بقول لك أعطيني سلة وما تعطيني دعم نفسي؟ لأنه إذا بدنا نحكي عن هرم ماسلو للاحتياجات، فبيجيك أول شيء الخدمات الأساسية، الأمن والسلامة، الطعام والشراب، الشغلات اللي بتخلي الإنسان ما يموت. بعدين بيجيك بالطبقة الوسطى بيجيك خدمات الدعم النفسي، اللي هي يفترض أنك تحفظ حياة الإنسان وأنك تقدم له الشراب والطعام، بعدين تقدم له الخدمة النفسية. لهيك نحن انطلقنا بمنظمتنا عم نروح باتجاه المشاريع المندمجة مع بعضها، السكتورات المتكاملة، لحتى أنا أقدر أوصل لنفس المستفيد بالسلة وبالكاش وبالحماية وبالدعم النفسي بالباكج كامل، تكون مقدمة لنفس المجتمع ولنفس المستفيدين، لحتى أقدر أنا أغطي هذا هرم الاحتياجات لنفس المجتمع. ما أنا أروح لحالي بالدعم النفسي هو فعلا بردان وجوعان وما عنده هالاحتياجات الأساسية. النقطة الأخيرة بتتعلق خلينا نقول الإساءة للمهنة ببعض المطارح، لأنه الناس اللي هن فعلا كفؤين وهن فعلا مهيئين ليكونوا كأخصائيين نفسيين موجودين حاليا بسوريا صدقا يعدوا على الأصابع. يعني إذا بدك تحكي كم طبيب نفسي متواجد الآن في سوريا، كم أخصائي نفسي متواجد الآن في سوريا، بتعرف أنت النسبة عالميا كل 80 شخص يفترض يكون في لهم طبيب نفسي، فأنت عم تحكي عن ملايين مقابل طبيب واحد إذا وجد. فهذا الشيء من النوادر صار، الخريجين الجدد ما عم يكون عندهم كفاءة للأسف، ما عم يتقدم لهم برامج تدريبية، فلما بنقعد معهم بمقابلة بنفهم منهم بتحسن كتير لسه بدهم كتير بناء قدرات. فإذا أنت سلمتهم المنصة ووظفتهم وبلشت تقول لهم أن أنتوا قدموا هاي الخدمات للآخرين، للأسف عم يأذوا أحيانا، لأنه هو شخص غير مدرب أنه يفتح جراح الآخرين وما يعرف يسكره. فكمان بدنا نكون حذرين وننتبه انه فعلا احيانا عم تتم الاساءه للمهنه، لانه فعلا في حاجه بسوريا لحتى نبني قدرات هدول الاشخاص. هو طبعا من اهم الاشياء اللي انت تعمليها او تطوير النفس انك تدربي مجموعه من النساء، بسميهم ايه في المجتمع؟ شبكه. ها؟ شبكه. يعني انه يعني لما يعني يكون هم المرحله اللي انت عن طريقهم بتدخل، يعني هم زي ما تقول ايه، انت جايه من غازي عنتاب، هيبصوا لك نظره مختلفه عن واحده او اثنين او خمسه او عشرة من الحته دي كلها. فانت عليك انك تعملي برنامج تدريبي وتاهيلي لكثير من النساء في الداخل عشان هم يبتدوا يحطوا الاولويات بتاعه الايه، الدعم النفسي، فتقبلهم المجتمع اكثر ما تقبلك انت. انا محاولة دي جايه لنا من بره ما بتعانيش، لكن لما يشوف بناتهم هم معاهم ومعاهم مهتمين بيهم الى اخره، بيكون التقبل مختلف. الامر الثاني، الطبيب النفسي ممكن يجي لكم من بره، يكون بعض الاطباء النفسيين العرب يجي لكم علشان يحط لكم خريطه طريق، واخدين بالكم؟ ممكن تعمل زياره واثنين وثلاثه وبرنامج على برنامج عن طريق الزوم عشان هم يدربوا ما تبقى من الاطباء الصغيرين دول، او يدربوا المدربات اللي هو زي حالاتك وزي حالات ناس تانيين كلهم. والامر ده مهم جدا، لان اصبحت اللي هو الدعم النفسي ده يقل اهميه عن دعم الطعام والشراب. اديله الميكروفون. تفضل. الله يعطيك العافيه دكتور. دكتور بس انا في عندي تعقيب حابب بس استفسر منه، يعني استفسر عنه من حضرتك. بالنسبه لموضوع تقييم المشاريع، يعني عاده نحن عم نشتغل ضمن نظام تقييم محدد متفق مع المانح قائم على الارقام بشكل عام. بكون انا في عندي اساليب تقييميه قائمه على الارقام، مقابلات مع مستفيدين الى اخره. بغالب الاحيان بتكون الارقام عم تعطي نتائج كثير منيحه، يعني مثلا أنا المشاريع بغالب الاحيان بتكون هي ناجحه محققه للانديكيتورات البروجريس الامبلمنتيشن كلها محققه، ولكن بنفس الوقت نحن بتجينا اشارات بتقول انه في عندنا نحن شغلات كان لازم نحن نرفع فيها، خلينا نسميها جوده العمل، مشان ما نقع بهاي الاشكالات. نحن منها مثلا تحليل
قاعدة بيانات الشكاوى اللي جاي على الامبلمنتيشن. أنا كيف كمنظمة أو كمؤسسة بدي أحاول صغر الفجوة بين النجاح الرقمي مع بعض هاي الإشكالات اللي أنا عم شوفها أثناء التنفيذ أو بنهاية المشروع بما يتعلق بنتائج وتقييم هذا المشروع. النجاح الرقمي من اللي بيعمله؟ فريق المنظمة بشكل عام. ما ينفعنيش أنا بقيم نفسي، ما ينفعش الإنسان يقيم نفسه. فريق المراقبة والتقييم بالمنظمة. مع 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 ذلك برضك أنا 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 بجاوبك وأنا تقريبا فاهم يعني والله يعني يعني معايا أخاني ساعدني أنت يا بابلي أنا أشوري. فلذلك لو أنت عايز تعمل تقييم جدي تتفق مع أخصائيين تقييم يحطوا لك المعايير اللي على أساسها أنت بتقيم وعلى أساس هم ييجوا يقيموا كذلك. ما هذا الأمر بصير بكتير بكتير مناطق. ما بس مش أنت اللي هتقيم. بصير بصير أحيانا نتعاقد مع شركة تي بي إم مثلا مراقبة خارجية أو أحيانا بيكون المانح نفسه بيكون هو باعت والنتائج بتكون مشابهة لشغل المنظمة. فأنت اللي هو التقييم اللي هو مثال بتاع تقييم العصر تقييم العصر تقييم العصر مش كده؟ لا لا تقييم إيه ده بيتكلم عنه؟ قياس العصر سوري. evaluation لا ده غير تقييم قياس انا فهمت انه قياس العصر لا evaluation تبع evaluation برضك يعني انت بتجيب حد من بره يشوفه لك وده اسهل من قياس العصر اللي انت عايز تعمله كذلك في المستقبل وتحط كل التكاليف دي في المشروع يعني خلي بالك evaluation يبقى الكوست بتاع المشروع قياس العصر الكوست بالمشروع تقول لي المانح انت مش اديتني مليون ولا نص مليون ولا 100,000 لا مش هديني 10,000 مش هقدر اقيس الاثر بتاع ال100,000 عشان يفهم ان ال10,000 لها نفس الاهميه بتاعت ال100,000 خد بالك انت مش تاخدها فانتازيه انت بتاخدها عشان تقول والله انا هكون شفاف معاك وهجيب لك حد من بره يقيس الاثر ده ويقيم في نفس الوقت فتحطها في التكلفه بتاعت المشروع في اجراءات محدده ممكن احنا اثناء تنفيذ المشروع نكون موجوده لا شوف بالخطه تبعنا عشان احنا لا نحاول ما نوصل لهي الفجوه بين الاثر او التقييم الرقمي والتقييم اللي احنا شايفينه بشكل التقييم الرقمي ده بتاعك انت انا ماليش دعوه بيه بالك تمام انا بدي بتاعك. انت تعمل في نفسك زي ما انت عايز ده مش هيدخلك مش هينجحك ده هينجحك حاجتين اللي هو الايفالويشن الاندبندنت واخد بالك المستقل والاهم منه اللي هو قياس الاثر. نعم. وانت حاول لان المانحين اللي بيوصلوا للمرحله دي معاك يكون عندهم القدره على فهمك، فاهمين يعني ايه اثر، فاهمين يعني ايه ايفاليويشن. فلما هيكون متفق انت مع شركه لقياس الاثر او شركه للتقييم الخارجي مش هتفرق مع المانح ده ال 5% زياده او 3% زياده او 2% زياده. واخد بالك؟ عشان اقول له بالظبط انا عايز احسن الاداء للسنه الجايه او السنه اللي بعدها الى اخره وقياس الاثر ممكن يكون بعد سنه او بعد سنتين او بعد ثلاثه واخد بالك فلما تنظر لمثل هذه الاشياء دي بتقوي العلاقه بينك وبين المانح بناء على الشفافيه اللي انت عايز تبقى متاحه للمانح نفسه مقدار الشفافيه لازم يكون واضح وظاهر للناس كلها احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن مؤسسات عندنا التقرير المالي فرض عين على الويب سايت فرض عين في السوشيال ميديا مفيش تقرير سنوي يقدم للجهة الرقابية الا ما يكون فيها التقرير المالي المراجعة خارجية قد يكون هذا مش موجود هنا لكن لو انت عايز ترتقي لمستويات اعلى لما تيجي تروح لمؤسسات مانحه كبرى وعندك الاشياء دي كلها هيكون المبلغ اللي بتعطى منهم مضاف مضاعف سوري مش مضاعف بمعنى احنا حصل لنا مشكله في 95 ده مثلا كنت انا اسس المشكله دي مشكله ماديه كنت بصرف فلوس من غير ما حد يحاسبني وصلنا في يوم من الايام اللي ما كانش عندنا في ريزيرف في الحسابات فلما عملنا ايه عملنا جهاز مالي
قوي جدا. كان في اما 8 او 10 من الناس اللي سيرتيفايد يعني معهم مش عارف الشهادات اللي بتاخدوها اسمها ايه دي، كل ده بما فيهم هارون. هارون دلوقتي في ايطاليا في احد المؤسسات الكبيره، بسم الله ما شاء الله عبالكم وعبالكم، اللي هو مراقبه يعني للفساد والحاجات دي كلها بالك، والقوانين اللي بتطلع جديده. ده كان اصلا اول مدير مالي في الاغاثه الاسلاميه، وتاني مدير تنفيذي بعد انا لما تركت الاداره التنفيذيه في 2003 بالك. فده عملنا الاداره دي مهمه جدا. وبعدين بعد كده بقت اداره الجوده وكواليتي كنترول الحاجات دي كلها جت داخليا، لكن في النهايه بدون مراجع خارجي بدون قياس اثر المؤسسات الكبرى لن تنظر اليك. خاصه انت بتتكلم انت يا مثلا مشروع الاغاثه في اليمن ممكن يكون 100 مليون فقط توزيع مواد غذائيه، بيدوك عليها اللي هي المصيف بتاع التوزيع في الشيشان. احنا بدانا العلاقه مع اللي هو برنامج الغذاء العالمي، كان على كل طن مبلغ مصيف اداريه من المخازن للنقل بالسيارات للشراء للتوزيع. فاحنا اللي ربنا فتح علينا بايه؟ للشيشان 99 احنا عملنا الانفراستراكشر الداخلي العربيات وكذا وكذا، واجرنا مخازن كبرى في بلد اسمها انجوشيتيا اللي هي لازقه في الشيشان. فكل الخزين كان في انجوشيتيا، والعربيات بتخرج من نظران اللي عاصمه انجوشيتيا لجروزني اللي عاصمه الشيشان. فجت ملايين نزلوا شافوا المخازن، شافوا العربيات، شافوا الشاحنه. كان في عندنا شاحنات 40 طن تريلا 40 طن غير 8 طن وغير كذا وغير كذا غير عربيات اسعاف في الاخر. الحاجات دي كلها انت بقى الله ده بيصرفوا الحاجات دي ليه؟ ما احنا صرفنا جابت ملايين. انت لما تيجي تشتري عربيه دفع رباعي في افريقيا ولا في افغانستان، دفع رباعي بيهدروا الاموال ازاي؟ في افريقيا في دول ما فيهاش طرق مسافلتها وكذا، هتمشي ازاي؟ تمشي بعربيه فيت، عربيه تويوتا كورولا، وتروح بيها فين؟ تطلع جبل من الجبال في البوسنه، تطلع ازاي؟ هل في افغانستان تطلع ازاي؟ ها؟ بالدفع الرباعي ما اصبحش شيء يعني فخفخه. الكلام ده كان بيتقال في التسعينات. كان بيجيب اللاند كروزر التويوتا دي. لاند كروزر ها؟ ها؟ بس شيء اساسي يعني. اساسي في الحته دي اساسي. لا ما هو بقول لك اساسي لما انت هتجيبه اديله فلوس. ما اعرفش غازي عندها فيها ايه بس ما يمشي الحال. واخد بالك؟ فما ننظر للمساله، كل مجتمع عنده حاجيات تتفق مع احتياجات المجتمع وامكانيات المجتمع نفسه. يعني كنت احنا بنتكلم على حضرتك ما تيجي عن الاسقاط الجوي في جنوب السودان مثلا. يعني كان في فتره من الفترات ايام الحرب ما بين الشمال والجنوب 2001 و2 و3 الى اخره، ان في الشتاء ما فيش طرق، ما فيش دخول اي مساعدات غذائيه للناس عشان يعيشوا. فالامم المتحده كان بتطلع الطيارات وترمي الطيارات، الطيارات بيطلع مع حتى اللي هو الاكياس الرز او الذره او الحاجات دي كلها بينزل جزء منها هالك. فالمصيف الاداريه في الحته دي هتتعدى 50% لانها اثبات حياه او موت. احنا الصراحه دكتور في موضوع التمويل لسوريا تحديدا بالوقت الحالي عندنا مشكله بالضبط في هاي الموضوع. في مشاريع في مانحين ما بيعطوا مصاريف اداريه ابدا، وما بيعطوك رفاهيه قياس الاثر او تدقيق الجوده او التدقيق المالي للاسف. يعني نحن هلا واعين في مثل ما بنقول مصيده، يعني فنحن مطلوب مننا كثير شغلات، من تدقيق مالي الى تدقيق مراقبه وتقييم وجوده الى قياس اثر، اللي هي شغلات تحقق لك شيء استدامه. يعني انا بعتبرها شيء من الاستدامه اللي ذكرناها بالبدايه، ولكن للاسف الدعم يعني بيتوجه اكثر شيء لانه يكون 100% دايركت. فهي المشكله صراحه بتواجهنا بشكل كثير كبير. شوف خلاص خلاص تعال 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 انا خلاص قلت تفضل. بالاضافه بنفس السياق اخونا احمد، انا ما بدي احكي عن التكافل، بس نحن مثل ما تفضل احمد عملنا تدقيق جودي شامل لكل المشاريع واكسترنال بوليس صار على مستوى السياسات ومستوى التنفيذ،
من السي اتش اس عبر الكون. كمان الدراسه الاسلاميه هم سيرتيفايد من السي اتش اس. حصدنا طبعا نتائج وصححنا كثير امور والحمد لله وصلنا لمرحله كويسه بعد 4 سنين من الشغل مع السي اتش اس. نفس الشيء تطبيق الاوديت المالي كمان اكسبيرمنت كمان عملناه. كمان تعريجا على مداخله اخونا زعيم هو حكى على الايفالويشن. عملنا اكثر من ايفالويشن كمان عن طريق اكسترنال. بالنسبه للايفالويشن على مستوى المشاريع طبعا مو امباكت ايفالويشن، انما ايفالويشن على مستوى تقييم نجاح المنحه هو الشورت ايفالويشن ضمن مده 6 شهور. فالنتائج فعلا مثل ما تفضلت هي نتائج من اكسترنال من طرف خارجي بتكون هي نتائج يعني تصدق اكثر. نعم. هاي على مستوى اعطيتها على مستوى جوده البرامج ومستوى المالي. ولكن الى اي مدى نحن لازم المنظم الواضعين السياسات وبنفس الوقت كاتبين المشاريع لازم يعتمدوا على هاي التقييمات وقت المشاريع وقت هو شوف سياساتك لابد الموظفين يطبقوها، اللي ما طبقهاش تقول له مع السلامه خلاص. انت مش جاي هنا فسحه، جاي بتتكلم عن اموال ناس فقراء ومساكين، تتكلم عن مؤسسه لها سمعه ولها تاريخ ومصداقيه. هتعمل على مزاجك ما تنفعنيش خلاص. انت بتحط معاييرك اللي لابد ينفذوها لانها اصبحت السياسات واستراتيجيات المؤسسه. تيجي ضرب الموضوع هيتعمل تعرف مره او اتنين وتلاته تقول جزاكم الله خير، مش عايزك خلاص مهما كنت انت مين وابن مين وقريب مين الى اخره. ما ينفعش مؤسسه يكون لها استراتيجيه معينه ومعايير معينه وسياسات معينه والموظف ما ينفذهاش خلاص، ما بقتش مؤسسه، بقت موقف اتوبيسات كده، حتى مش موقف اتوبيسات رسمي، حمار يقف فيه، حصان يقف فيه، جاموسه تقف فيه، عربيه تقف فيها الى اخره. تروح كده بعض الدول الافريقيه تلاقي اخواننا والحمير واقفين مع بعض، واخواننا والبهايم واقفين مع بعض، بعض العربيات واقفه وبعض العربيات نايمه الى اخره. ما ينفعش. ويحاسب، يحاسب الموظف، الموظف ما نفذتيش ليه؟ المره الاولى يكون كارت اصفر، المره الثانيه كارت احمر، واخد بالك؟ فده مش مفيش فيه هزار في حاجات زي كده. كونك بعض المانحين لابد تقعد معاهم 1 تو 1، وده اللي بيحتاج ان بعض المانحين دول بتقعد معاهم 1 تو 1، خاصه المانحين العرب او الشرقيين. تقول لهم يا اخوانا انا ممكن اعمل لكم اي تقرير زي الفل، والله لو طلعتوا السماء ونزلتوا الارض ما تعرفوا حاجه، بس انا بقول لكم من مصداقيتي وشفافيتي معاكم انا عايز منكم على المشروع ده مبلغ ده عشان اجيب مراجع خارجي او بيسموه ايه؟ مدقق خارجي يعمل لك قياس الاثر عشان انت تشوف فلوسك دي اثرت على المجتمع ازاي؟ واخد بالك؟ ما حد قال ما فيش مصاريف اداريه، قلت طب همشي الناس ازاي؟ همشيها ازاي يعني؟ ما عنديش فلوس. انت من حقك تقول ما عنديش فلوس، مش هاخد فلوس. انا هقول لك حاجه، انا واحد لك مثلا نص مليون دولار او مليون دولار قال لك مش هديك ولا نص ولا مليم مصاريف اداريه. انت بتحسب من جيبك كام؟ مش اقل من 100,000 دولار. هتجيبهم منين؟ مين هديهم لك؟ هتروح متبرع تاني تقول له والله انا عندي مشروع بكذا اديني 100,000 دولار؟ مفيش حد هيديك مصاريف اداريه. المؤسسه الوحيده اللي انا شفتها دلوقتي بتعمل وقف المصاريف الاداريه هي العون المباشر في الكويت، لو انت قابلت عبد الرحمن بن عبد الله، عبد الله بن عبد الرحمن السماتي لما حطها على الصفحه بتاعته هو بعتها، انا موجود في الجروب بتاعته، سجدت لله شكر لان وقف ليه المصاريف الاداريه، واخد بالك؟ عشان المتبرع ده يفهم ان المصاريف الاداريه دي شيء مهم جدا 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 جدا. فبالتالي حتة المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي لابد انت وانت بتسافر تقعد معاهم يا اخوانا هنشتغل ازاي. انا تعرف بقول لهم ايه؟ المؤسسة بتاعتنا اللي هي قد كده، طب انا عندي عربية بحمار وعايز لها برسيم وعايز لها حشيش ارانب،
اديني بس رحت لواحد كده بقول له اديني البرسيم بتاع الحمار عشان امشي بالعربيه بس. هل الحمار هيمشي من غير برسيم؟ مستحيل. طيب واحنا عندنا انا عندي حمير كده انا من يعني انا منهم واخد بالك؟ واخد بالك؟ فاصل غير من عمليه تعارف سريع تجاوزنا بس كان توكلنا على الله تمام اسمح لنا بنعمل